احنا قبل ما نروح للاخبار العالميه هنروح نشوف تقرير مهم جدا جدا، هو ما يعرفش عنه حاجه، هنروح نشوفه ونرجع نكمل كلام. يحمل شهر أغسطس حدثا كبيرا في تاريخ المحترفين المصريين بالدوريات الأوروبية الكبرى على مر التاريخ، حيث شهد تحقيق هاني رمزي نجم مصر والنادي الأهلي للقب السوبر الألماني في أول ظهور له مع فريقه فيردر بريمن بالفوز على بايرن ميونخ عملاق الكرة الألمانية بنتيجة 3-1 يوم 7 أغسطس عام 1994، وهي البطولة الأولى للاعب مصري محترف بأحد فرق الدوريات الخمس الكبرى. تألق هاني رمزي أمام القوة الضاربة لبايرن ميونخ والتي اعتمد فيها المدرب الإيطالي الشهير جيوفاني تراباتوني على الثلاثي لوثر ماتيوس وجان بيير بابان وألان سوتر، ولكن المدافع المصري الأهلوي استطاع تقديم نفسه للكرة الألمانية في أفضل صورة وبتحقيق أول بطولة. وهذه كرة هاني رمزي، يا هاني يا عيني عليك يا هاني، هاني رمزي يفعلها، وأيضا البسمة يهديها لجماهير كايزر سلاوترن. قدم عربية مصرية خالصة 100%، هاني رمزي، الله الله عليك يا هاني يا رمزي. هاني رمزي الذي سجل اسمه في تاريخ الكرة الأوروبية كأول لاعب مصري يشارك في الأدوار المتقدمة لبطولة دوري أبطال أوروبا مع كايزر سلاوترن عام 1998، يظل عميد اللاعبين المصريين المحترفين ب15 عاما من العطاء المتواصل. بدأت في سويسرا مع نيوشاتل زاماكس عام 1990، واستمرت حتى العام 2005 في البوندسليغا. طبعا هو فعلا ما يعرفش حاجة عن التقرير ده، فعلا والله العظيم، وده يعني احنا حبينا ان احنا نعمل التقرير ده لانه زي اليومين دول في اغسطس، مش هقول من كام سنة، كان كابتن هاني بيلعب مباراة مهمة جدا، وكان اول محترف مصري يتوج ببطولة مع احد اندية دوريات توب 5، ويعني عمل مباراة يعني كبيرة جدا في اول ظهور لي بقميصه في فيردر بريمن. طبعا انا بشكر طبعا يمكن عمر البنوبي وحاتم الشربيني، بشكرهم هم اللي عملوا المفاجاه ديت. هم قابلوا لي قبل الهوا بيقولوا لي محضرين لك حاجه كويسه. طبعا انا سمعت وبيقول لك كده، ما كنتش شاورت له بس ما شافنيش ما كنتش اعرف، لكن طبعا بشكرهم، تقرير رائع، وزي ما شفنا ده ذكريات جميله. و يعني إيه في اول لا طبعا بالنسبه لي كان مباراه مهمه جدا، لان دي كان اول مباراه ليا مع فيردر بريمن. كنت انتقلت من نيوشاتل السويسري بعد رحله 4 سنين من 90 ل 94. سنه 94 كان نادي فيردر بريمن كان واخد بطوله الكاس، ونادي بايرن ميونخ كان البطل، بطل الدوري. دي مباراه السوبر اللي بتتلعب قبل بدايه البوندسليغا باسبوع، وكان طبعا اول مباراه رسميه بالنسبه لي، وكان الموضوع بنلعب على استاد الاولمبيك ستاديوم امام بايرن، معظم النجوم الكبار لوتا ماتيوس وكل النجوم واولي باكان وبابان، وانا كان بالنسبه لي اول مباراه، فكنت كمان عايز اثبت وجودي، والحمد لله عملت مباراه كبيره جدا جدا وفزنا بالمباراه 3-1، وكانت اول بطوله فعلا ليا في المانيا، ومنها يعني خدت الثقه، وكمان الجماهير والمدربين والمدرب واللعيب كمان عرفوا ان انا ان شاء الله باذن الله هبقى على قد المسؤوليه. فانا تاني بشكر طبعا عمر البنوبي وحاتم الشربين على التقرير الرائع ده، ميرسي، شكرا لك. لا حاجه يعني في حقك يعني يا كابتن هاني والله.